الله يا باشا. بص احنا نرجع كل حاجه مطرحها. ها لحد اقول لك حاجه ولا كل حاجه ترجع زي ما كان لحد اقول لك انت مالك عملت؟ ها اتفضل اتفضل كل حاجه ترجع اتفضل. هنسيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجه عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب انا بقول انام هنا احسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا اوضتك موجوده يا باشا. اه ما يصحش يعني. طيب طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اه لطفي استنى يا لطفي. الله هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم. ها يا لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها الاقيها بنت لا ارجوك ما تقولهاش بليز. ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي اوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قارين فاتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب 80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ اه. والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني هو سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت يعني، انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني؟ في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبة يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. أنا بقول نفسخ الخطوبة وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدولة مش ناقصة سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ أنت مديون بكام؟ بلاوي يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك؟ توك توك. ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟
حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت، مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله بتصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا ريس تاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله، انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني اه. انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. عجلة. منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت ورالي صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القضاء المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا في الاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايه يا راجل؟ اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي، انا كنت فاكره كده. اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسه اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح حلمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه
هذا سيزيد انهيار بلد كده. وبعدين يعني كما تعلمنا مع حضرتك ان دراسات الجدوى مع احترامي لها دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه وانا بتكلم من مطلق هذا هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يلا رافض مالك. انا اسف جدا يا فندم ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار سيادتك. شوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت ولطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط في مفهوم بحراوي أبيضاوي فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمريتي ده انت الاحمرية انت بالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك يا روح امك احتليته ايه فاكر نفسك ايه ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي ثانك يو فيري ماتش مالكي. بره امشي من هنا بيتك ولابس بدلة كوتي. انا بدلة مين؟ ايه العبادة دي؟ لا ادي بقى دي حد ريحتها معفنه ومنتنه. ها ايه اللي على الهدوم دي؟ قلع ده كمان. ايه لا ده حد ريحته معفنه راخر والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. ايه وادي البنطلون كمان يا نهار اسود ومنيل لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. ايه لا البوكسر ده؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر هتقلع يعني هتقلع كل حاجه فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي نديها فرصه تانيه. فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيالنا اساسا عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ هي فوق وهو تحت. هي فوق وهو تحت. لطفي